أحييكم معنا من جديد بشاي الضحى. يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بتقديم اختباراته المتنوعة للمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة، وقد اتخذت هذه الاختبارات أشكالا متعددة، منها التعليمية والمهنية مثل قدرات التحصيل الدراسي، قدرات الجامعيين، مقياس موهبة، كفايات المعلمين وغيرها. حول هذا الموضوع معانا على الهاتف الدكتور سالم العتاني، مدير مركز اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بينبع. يسعد لي صباحك دكتور سالم. أسعد الله صباحكم جميعا. دكتور سالم، خليني أسألك عن سبب اختياركم للمركز الوطني للقياس والتقويم لإقامة الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هناك عدة أسباب، يمكن من أبرزها هو توجه قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع، ممثل في مركز اللغة الإنجليزية بينبع، بالتوجه إلى الحصول على الاعتماد العالمي لبرامج اللغة الإنجليزية المقدمة عبر المركز. وكانت أحد العوامل أو أحد الاشتراطات الأساسية هو أن يكون لدينا معيار محايد لقياس مستوى طلاب مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية. بحثنا الحقيقة محليا وعالميا، وجدنا هناك العديد من المعايير العالمية، من أبرزها الاختبارات العالمية المشهورة كتوفل والآيلتس وما شابه ذلك. حقيقة هذه الاختبارات يعني ذات تكلفة عالية وذات وقت طويل. بحثنا محليا الحقيقة وجدنا المركز الوطني للقياس والتقويم الحقيقة يقدم هذه الخدمة وبشكل احترافي وممثلة طبعا في اختبارين، اختبار الاستيب واختبار الاي بي تي اللي هو اختصارا بانجلش بليسمنت تيست. فتم الحقيقة الاستعانة بالمركز الوطني للقياس والتقويم، والحمد لله بفضل الله عز وجل عن طريق هذا التعاون تمكن المركز بفضل الله عز وجل من الحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي كأول مركز في المملكة العربية السعودية معتمد عالميا تقديم برامج اللغة الإنجليزية. جميل. ما هي نوعية الاختبارات اللي تقدمونها عن طريق قياس، وما هي نظرتكم من خلال تطبيقها؟ طبعا ذكرت أنه إحنا مختصين في مجال اللغة الإنجليزية، مركز اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية. الاختبارات الأساسية التي تقدم هي اختبار الـ EPT English Placement Test، وهذا الاختبار يقدم للطلاب الذين أنهوا دراستهم في الثانوية العامة ويرغبون في الالتحاق بالجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية، وهو اختبار لتحديد مستوى الطلاب لالتحاق برنامج السنة التحضيرية. هنالك اختبار الستيب آخر، اختبار اللي هو يقيس مستوى احترافية الطلاب في مجال اللغة الإنجليزية. وهناك إن شاء الله تعالى رغبة وفي التعاون مع المركز الوطني للقياس والتقييم نجرى مزيد من الاختبارات ومزيد من التعاون بحول الله تعالى. جميل. هل من إحصائيات وأرقام لديكم تتحدثون عن أعداد المستفيدين من اختبار القياس؟ حاليا احنا قبل حوالي يمكن 4 أو 5 أيام انتهينا من اجراء اختبارات لاكثر من 1500 طالب وطالبة. منذ ان تم التعاون مع المركز الوطني قبل حوالي 3 سنوات تم اجراء الاختبار لاكثر من 6000 طالب وطالبة. والعدد هذا ان شاء الله تعالى سوف يضاعف في الفترة القادمة من خلال قبول مزيد من الطلاب والطالبات ومزيد من التعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم. جميل. الرسالة اللي توجهها دكتور للمجتمع من خلال تعاونكم مع المركز الوطني للقياس والتقويم؟ رسالتي الحقيقة أبدأها بشكر الله عز وجل، ثم شكر المركز الوطني للقياس والتقويم على تعاونهم الكامل معنا و يعني احترافيتهم في العمل الذي وجدناه من خلال تعاوننا معهم. رسالة أخرى أوجهها للجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز القياس والتقويم في المملكة العربية السعودية
لإقرار هذه المعايير والمقاييس المحلية الحقيقة اللي نفخر بوجودها عن طريق جهة محلية وطنية تقدم هذا المستوى العالي من الاختبارات، بأن يساعدونا بأن يطبقوا هذه الاختبارات. المركز يقدم العديد من الاختبارات زي ما ذكرت حضرتك في المقدمة، ليس فقط التحصيل والقدرات، ولكن هناك مزيد كثير من الاختبارات التخصصية. نتمنى من الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية الالتفات إلى جميع الخدمات التي يقدمها المركز، ومن ضمنها اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT. وهنا أنا أوجه الدعوة لكافة الكليات والجامعات في المملكة للتواصل مع مركز اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بينبع والاستفادة من التجربة اللي خدناها معهم، ونقدم جميع المساندة والدعم والخبرة التي اكتسبناها من خلال هذا التعاون على مدى 3 سنوات لجميع الكليات والجامعات في المملكة إن شاء الله تعالى. جميل. الدكتور سالم العتاني مدير مركز اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بينبع، شكرا لك دكتور على هذا اللقاء، يعطيك العافية.